السلام عليكم متابعينا الكرام، مرحبا بكم في فيديو جديد وشرح جديد على قناة نسيم. مرحبا بكم خوتي في هذا الفيديو الصغير والظريف والخفيف، إن شاء الله يكون خفيف عليكم إن شاء الله. مرحبا بكم، بسم الله. الفيديو راح يكون حول طريقة فليكسي انترنت من جيزي لجيزي. خوتي كاين بزاف اللي عندهم تطبيق وما يعرفوش يستعملوه، كاين اللي يستعملوه، الأغلبية يعرفوا يستعملوه، كاين اللي ما على بالوش كيفاش فليكسي انترنت ولا فليكسي من جيزي لجيزي. خاوتي الحاجه الاولى تدخل التطبيق كيما هكا، تدخل التطبيق كامل كيما نعرفو التطبيق جيزي، تروح للخانه هذه، تروح هذه الخانه هذه، هذه كيما راكم تشوفوا هنايا، هذه تاع كيما مكتوبه التليفونات درهم، تكليك هنا على بلس، تكليكي على بلس خاوتي، ودير لاصون تاعك. مثلا هاي 500 ميجا، وتكليكي على النيمي، مثلا تحب تزيد 1 جيجا 2 جيجا، تحدد الاقصى 2 جيجا كما راكم تشوفوا هنايا. مثلا 500 ميجا تكليكي هكا، تكتب النيميرو جيزي، لازم يكون جيزي، لازم يكون جيزي، ودير اوكي وتبعث للشخص هذاك اللي تحب تبعث له. المهم يروحوا لك دراهم، نورمالمون سيكون دينار، سيكون دينار وطلع خاوتي 5000 وطلع. والحاجة الثانية كي تكليك على حدا هنا على الكريدي، هذه مكتوبة كريديت، تلقى فليكسي نورمال عادي، تقدر تفليكسي خاوتي من 50 دينار وطلع، هاي ليك من 50 دينار تكليكي وطلع بلس 60 دينار، 70 دينار، 100 دينار، لحد الأقصى بالتطبيق 100 دينار خاوتي، بتكليكي على النيميرو كيف كيما الفليكسي تاع الانترنت، ودير اوكي وتبعث المبلغ تاعك. هذا هو الفيديو خاوتي، كان حول طريقة فليكسي انترنت ولا الكريدي من تطبيق جيزي خاوتي. المهم خاوتي اذا عجبكم الفيديو ما تنساوناش بجام وابوني وتعليق خاوتي، والسلام عليكم.